طيب احنا عندنا بركه يا اخوان، صار انا مش مصدق على فكره. تعال تسبح. انا مش مصدق. اكتبوا لي تحت ايش راح نعمل تحديات هون، لان هذا المسبح راح نصير في عمل فيه كثير تحديات، شغلات بتجنن، بس اصبروا عليه شوي لسه هسه واصلين. بسم الله. يسلم ويديكي. عمار يسلم ويديكي. يسلم ويديك. Thank you. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Good morning. بالاسباني. Good morning. صباح الخير جميعا. Buenos días. صباحكم ورد وعسل. بصير البس بينك هيك. بصير اسوق السيارة هاي البس بينك دايما. لازم. ما في كمان اذا بتحط اغراض هون. غريبة السيارة، شو اسمها؟ سمارت كار مرسيدس. ما شاء الله. لازم هون دائما الحزام، لأن بحط الحزام بتخالف. بس لا بقى عليك سيارة. ملفت الانتباه. حجمي صغير. شو رايكم بالسياره هاي يا اخوان؟ شو نعطيها اسم من هسه؟ احنا بنقولها بينكي. بينكي. جوفي بينكي. روح سياره صغيره. وهي جو سايق سمارت كار. والله انها سمارت يا زلمه، والناس السمارت بس بيسوقوها، مش اي حدا. طيب احنا وصلنا هيك رسميا، وصلنا على المحل ايمج 1 تبع شادي، فخلنا نروح نستكشف وما بعرف. اهلا وسهلا. How are you? This is my video manager. This is Joe. Hi Joe. How are you? Nice to meet you. هاي بنبلش هون، هذا اللاب، هذول كلهم printers. وهون عندنا زي كافي كورنر اسمه سيجما كافيه. ركز لي على الكورنر ها. سيجما كافيه. So you can come and have free coffee. تبع الكافيه؟ سوني وباناسونيك وكانون واولمبس وريكو. جوبي. جوبي. الإيجار هاي صح؟ نبيعه نبيعه ونأشر. كديش سعره هاي؟ الأية اللي فوق هاي. الباكج هاي كلها 45,000، الكاميرا لحالها 35,000. نايس تو ميت يو كريس. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى إشي أنا في الموضوع الحفلة هاي كامل الإضاءة، أنا مكيف على الإضاءة، مكيف على الكورنر تبع الكوفي. طلع الإضاءة هسا لازم نصير نحط منها بالدار. طيب كل ما تحرك الإضاءة بتقوى بتخف. هون الاصفر، وبدنا نشوف الطابق الثاني كمان شوي. هون نعمل هاي كله صيانه. اوه لوك هوز هير. وهاي الستاك روم مع البنات كلها فيها. هاي لوك هوز هير. هاي. هاي شادي. هاي. هاي عنده الطابق الثاني. The studio right now. We're gonna show you the studio right here. We have two studios, photo and video. Oh. Sure. Is this for me? Yes. There's two more. There's two oh more. My god, where is the beast? Let me see. طلع جابوا لي بلايزن عندهم للمحل. Close the door and speak. Yeah, this is a هو طلع هذا الاستديو كمان بس نعمل فيه تحديات هون انسى لانه في كاتم للصوت، يعني بتصرخ بتعمل بدك اياه ولا حدا عنده على بالك. واو ولا راح يطلع اصوات من برا صح؟ بعدين حاسس فيش صدى هون، كيف الصوت صار ممتاز. فيش لانه معزول، كله عم معزول الصوت هون. تحط الكاميرا هون هيك يا معلم. هون راح نصير نجيب ضيوف معناه، ونصير نعمل مقابلات، تحديات، وجبة مشاهير، أي شيء بتحتاجوه. Who's our my first guest today? Paola. Paola, please come in. Paola. Paola is my first guest from Mexico. Yes. Could you introduce yourself in 1 second? Yeah. Paola, I'm from Mexico, Sonora. I'm 20. That's northern part. Yeah. And I'm 20 years old. It's more than one second. Just joking. Where is Sonora? What part of Mexico is that? North. Okay, now I'm gonna change, guys. So 3, 2, 1. Bam! Kevas. Kevas. Obsessive. OCD. Obsessive camera disorder.
مدمن الكاميرات يا معلم. مدمن الكاميرات. Thank you for coming to my interview. Thank you. Yeah, we'll do challenge together. Okay. The Mexican candy challenge. Mexican candy challenge. I'll totally win. She will. اوكي يا اخوان انا كل شوي قاعد بغير فهسه حاليا خلصنا من محل الكاميرات ومتجهين على البنك بدي احاول افتح حساب على فيزا سياحيه كيف بس الاحياء عندهم طلع بيتهم زي كل افلام الامريكيه تحضروا كيف الافلام انتوا حاسين نفس اللي انا حاسه ولا شعارين الوحيد اللي بشعر بالطريقه هاي كانك تحضر طلع تكون انت مثلا بتحب بنت الجيران هون زين بي سي 2 صح؟ خلصنا احنا نصف السيارة هاي وراح نطلع بالسيارة الثانية عنا شوية امور نخلصها عشان نرجع الدار بعدين اعمل لكم ريفيو على الكاميرات شغل الكاميرا الثانية بي سي 2 ها؟ وين السمارت كار؟ راحت تغيرت الاوضاع معنا والبلوزة كمان صارت احلى هون المخالفه طبعا مش على السايق على الراكب اذا انا مش رابط الحزام انا اللي بتخالف ما ليش دخل السايق زين بالاردن طلع هذا ممشي زي عندنا بالاردن شارع وكلات تعرفوه في محلات على يمينك وعلى شمالك فيه بصير نجيب بالليل اجت البيتزا دومينوز بيتزا جايز دومينوز بيتزا صحتين هسه روحنا على الدار وشفتوا شادي وبيحلق هسه نايما You know نايما Yeah after you shower you say that too right Yeah how about the mustache فرح نعمل هسه ريفيو الكاميرات بس خلينا ناكل البيتزا بالاول وات دونت نو نو نقطة ضعفي My weaknesses For the diet Yeah For the diet Yeah You know what? Oh my god Wait بكرة عيد الاستقلال عندهم فبكرة الكل راح يحتفل وفي عندهم كمان fireworks فراح أصور لكم إياها كمان This is barbecue chicken كاميرات صار لازم نفرجيكم شو الكاميرات اللي استلمتها من شادي انا من اول ما بلشت تقريبا الى اكثر من 6 شهور انا بصور بالكاميرا هاي وفي كاميرا قبليها جي 7 اكس فمن اول مره بحول من كانون من اول ما بلشت تصوير على القناه طيب لانه احنا راح ندخلكم على الجيف اواي ان شاء الله انا بعرف انه في كثير ناس منكم حابين يفتحوا قناه على اليوتيوب حابين يبداوا فلوجات بس كل مشكله دائما الكاميرا فصراحه اهدي لحدا منكم كاميرا غير هيك شادي عنده جيف اواي راح احط صفحته على الفيسبوك تحت بصندوق الوصف عنده جيف اواي وعامل مسابقه فكمان فوتوا عليها وراح يوزع هيك كراتين شفتوا محله انتم حوزع كراتين كاميرات فكل ما عليك تدخل السحب اللي عندي وتدخل لعنده يعني تدخل على صفحته على الفيسبوك كمان تعملها لايك وعلى الانستغرام تبعه وتدخل على المسابقه تبعته المسابقه تبعتي هون لاني بصراحه بدي اختار واحد منكم بس انت اكتب السناب تبعك علق اكتب السناب تبعك او الانستغرام تحت التعليقات طبعا لا تنسى اللايك والاشتراك يعني عشان عم بيصير الشيء صح تستاهل اصحاب شو اكثر من هيك هيك بدايه بس ان شاء الله قدام كل ما تجيني زي هيك هدايا من حدا راح اصير اعطيكم اياها هيك حياه اليوتيوب طيب كاميرا ريفيوز فشكرا لكم عن جد احب اشكركم عن جد من كل قلبي والله كلمه شكر ما بتوفي حقكم عن جد فخلينا نبدا بسم الله هاي الباناسونيك راح تكون بديله للكانون جي 7 اكس انا بعرف انه ما بتعرف كثير بالاسماء هاي الناس اللي ما بتستخدم كاميرات كثير ما راح تعرف الاسماء هاي فما بهمك بس هاي للمناطق اللي ممنوع فيها الكاميرات الكبيره دائما بتحط هيك كاميرا صغيره بجيبتك بتصور وبتضيفها بالفلوج فهمت كيف فهاي كثير ممتازه انها تكون معك غير الكاميرا الكبيره وهاي الكبيره الكاميرا اللي انا بستخدمها بدل هاي اللي قاعد بصور فيها اللي هي كانون 70 دي هاي لها معي سنه تقريبا ولها 4 سنين بالسوق هاي جديده لسه ما لهاش تقريبا شهرين فهاي معها العدسه تبعتها انا بحب الوايد بتكون دائما العدسه وايد طلع كيف انتم شايفين وشايفين اللي حوالي هاي 12 66 اذا ما بتعرفوا بهالامور خلص تهتمش بس انا هاي اللي انا حاطها 10 18 دقيقه نجيب لكم جي 7 اكس عشان نقارنها مع هاي هاي الجي 7 اكس يا هلا عاشت معي ايام كثير
طلع هاي الكاميرا اللي قاعد بصور فيها هسه حاليا، هذا الميكروفون راح نركبه هون، شيور الميكروفون بعرف شفتوه قبل هيك. واو كو. طيب انتقلنا هون جي اتش 5 جي اتش 5 طبعا هاي الميزة فيها غير عن السوني، السوني مهما عملت ما عندها الفليب هاي معلم، ان الشاشة تقدر تشوف حالك، فبتصير كاميرا للفلوجات زي ما انا عامل هسه. ايوه ها كيف تركبها هيك عشان تحمي عند التصوير ما يكون الاضاءة كثير. شعشعت انا. هاي اللومكس الجديدة. هاي هيك تقريبا، هاي اكبر شوي حجمها، شاشتها اصغر، راح يبين كل اشي مع التصوير. هاي العدسة صارت جاهزة للتصوير، نشوفكم بالفلوق الجاي نصور فيها. صباحكم ورد عسل. ما أعرف يا إخوان لاحظت ولا لا، أنا غيرت الكاميرا. بس خليني أجربها معكم هسا. شفتوا على الطريق كيف خدت كم من لقطة على الطريق وإحنا طالعين. طالعين هسا مع شادي مرته، طالعين هيك مغامرة صغيرة. حلو فيها، ألوانها بتجنن ما شاء الله. أول ما شفتها، أول ما فتحت الكاميرا ألوانها مختلفة، يعني ما تحتاج تحط عليها تعدل عليها على أدوبي أو شيء، هيك ألوانها هيك جاي من ربنا. طيب شايفين المحل اللي ورانا هذا، هسه راح ندخله. شو فكرته هذا الشادي؟ هذا كاسكو وير هاوس، يعني بتشترك فيه بالسنة ب $100. بدل ما تشتري شغلات صغيرة، مثلا رحت شريت اليوم خبز صغير، بتشتري 12 احجام كلها عائلية، احجام مش اكثر عائلية. بدل ما تشتري واحدة اثنتين بتشتري 12 14 قطعة. بس لازمك بطاقة صح؟ لازم يكون معك سنوي. الشراك اسمه كاسكو، كاسكو وير هاوس الشراك. انا عندي الشراك العالي اللي هو بزنس. هتقدرش تدخل المستودع هذا تشتري منه، سوبر ماركت الكبير هذا، الا ما يكون معك اشتراك. تخيل